السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا طلبة الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة، أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية نقدمه لكم من فضائية العراق التربوية، درسنا اليوم هو في الأدب والنصوص، وقد كنا قد تحدثنا في درس سابق عن فنون النثر المستحدثة في الأدب العربي وتحدثنا عن فن من تلك الفنون وهو فن القصه القصيره وتناولنا خصائص القصه القصيره الحديثه في الادب العربي ونشوء القصه القصيره وتحدثنا ايضا عن تاريخ هذه القصه وكيف نشات وابرز كتابها. درسنا اليوم هو نموذج للقصة القصيرة وهي قصة الباب الآخر للكاتب عراقي هو الكاتب فؤاد التّكرلي. قبل أن نبدأ عزيزي الطالب بتحليل قصة الباب الآخر لنتحدث عن هذا الكاتب، من هو فؤاد التّكرلي؟ عزيزي الطالب، فؤاد التّكرلي هو قاص وروائي عراقي ولد في بغداد عام 1927 ودرس في مدارسها وتخرج في كليه الحقوق عام 1949، تولى مناصب عده ومنها في القضاء العراقي اذ عين قاضيا عام 1964. الف القصص، ننتبه الى هذا الجانب عزيزي الطالب، ان هذا الكاتب الف القصص. والروايات باسلوب ابداعي متميز لانها مثلت ببنائها النموذج للروايات الكلاسيكيه الحديثه نقول كيف سؤال كيف او ما الاسلوب الذي تناول به الكاتب القصصي فؤاد التكرلي قصصه نقول انه تناولها باسلوب ابداعي متميز لماذا لانها مثلت ببنائها نموذجا للروايات الكلاسيكيه الحديثه ننتبه الى هذا الامر ننتقل الى امر اخر ما هي ابرز مؤلفات الكاتب فؤاد التكرلي ابرز مؤلفاته من حيث الروايه وايضا المجموعات القصصيه نقول من ابرز رواياته روايه الرجع البعيد، التي اسست لخطاب روائي متميز، وارخت لحقبه تاريخيه مهمه في حياه العراق في الحياه العراقيه، اذا عزيزي الطالب تنتبه الى ان للكاتب فؤاد التكرلي روايه، هذه الروايه تدعى او تسمى الرجع البعيد، والرجع البعيد تناول فيها الكاتب حياه العراقيين تقاليد العراقيين الحياه البغداديه التراث هذه الامور التي تتعلق بطبيعه حياه العراقيين انذاك وكانت هذه الروايه عزيزي الطالب مفعمه بالروح والاعراف الشعبيه وكل طقس اجتماعي لاهل بغداد حينها وننتبه الى هذا الامر ان هذا هذه الروايه تختلفوا نحن لا نتحدث عن القصة القصيرة الرج البعيد هي رواية وليست قصة قصيرة التي سنتناولها في درسنا إن شاء الله ننتقل عزيزي الطالب إلى أمر آخر من حياة الكاتب فؤاد التكرلي نقول أين نشر الكاتب أو متى نشر الكاتب فؤاد التكرلي قصصه نقول نشر التكر لأولى قصصه القصيرة عام 1951 عام 1951 في مجلة الاديب اللبنانيه اذا اول نشر لقصصه كان عام 1951 في مجله الاديب اللبنانيه لم ينقطع عن نشر قصصه في الصحف والمجلات العراقيه والعربيه فنشرت في مجموعة الأعمال الكاملة بمعنى أن قصصه جمعت في مؤلف واحد أطلق عليه مجموعة الأعمال الكاملة، ومن أعماله الأدبية في الرواية إذا القصص القصيرة جمعت في مجموعة واحدة، إضافة إلى أن للكاتب فؤاد التكرلي مجموعة من الروايات، ما هي هذه الروايات؟ رواية الوجه الآخر، ننتبه لنميز بين.. الباب الاخر التي هي قصه قصيره والوجه الاخر التي هي روايه. الوجه الاخر آه هي كانت عام 1960 والرجل البعيد عام 1980 وخاتم الرمل عام 1965 والمسرات والاوجاع عام 1998، هذه مجموعه الروايات. ناتي الى المجموعتان الى المجموعتين القصصيتين نقول كان للكاتب له مجموعتان له مجموعتان قصصيتان هما موعد النار وخزين اللامرئيات، موعد النار عام 1991 وخزين اللامرئيات في 2004، اذا عزيزي الطالب يجب ان ننتبه حينما نسال عن مؤلفات فؤاد التكرلي يجب ان نميز بين الروايه الكتب التي هي عباره عن روايات وبين المجموعات القصصيه التي تضم مجموعه من القصص القصيره فنقول ان الوجه الاخر هي روايه والرجع البعيد روايه وخاتم الرمل والمسرات والاوجاع هذه كلها عباره عن روايات المجموعات القصصيه هي موعد النار وخزين اللامرئيات ننتقل إلى أمر آخر نقول أن هذا الكاتب قد توفي في الأردن عام 2008 إثر مرض عضال في عام 2008 توفي فؤاد التكرلي في الأردن إثر مرض عضال في كتابكم عزيز الطالب هناك نموذج للقصة القصيرة وهي قصة للكاتب فؤاد التكرلي، وهذه القصة القصيرة عنوانها "الباب الآخر". هذه القصة عزيزي الطالب عليك أن تقرأها بالتفصيل لترى الخصائص التي تحدثنا عنها في موضوع القصة القصيرة، بما يلتزم الكاتب؟ ما هي الشروط التي يجب أن يلتزم بها؟ حدث واحد، زمان واحد، عدد قليل من الأشخاص، ستجد كل هذه الخصائص. قد تجسدت في قصة القصيرة للكاتب فؤاد التكرلي وهي قصة الباب الآخر نأتي إلى تحليل هذه القصة نقول السؤال الذي من الممكن أن يرد قبل أن نبدأ بهذا التحليل نقول متى ازدادت وتيرة التنافس الإبداعي للقصص العراقية وبما استعان القاص العراقي نقول بعد أن قطع المنتج القصص العراقي أشواطا كبيرة نحو التميز والتفرد بمعنى ان القصص القصيره بعد ان قطعت هذا الفن القصصي اشواطا من التميز والتفرد نحن نتحدث عن الادب العراقي ولا سيما على المستوى العربي بمعنى انها تطورت على المستوى العربي ايضا ازدادت وتيره التنافس بعد ان تقدم هذا الفن ازدادت وتيره التنافس بين القاصين العراقيين وتيره التنافس الابداعي للقصص العراقي بين جمله من القاصين مستعينين بالمخزون الثقافي للتراث والامتثال للبيئه العراقيه المفعمه بالحوادث والاعراف والتقاليد وانفتاح المثقف والمبدع العراقي على المنتج الجديد اذا عزيزي الطالب بعد ان تطور فن القصه العراقي وظهر عدد كبير من كتاب القصه وبداوا يتنافسون على كتابه القصه ونافست القصه العراقيه والقصص بشكل عام العربيه ظهر لدينا عدد من القاصين وهؤلاء القاصين تنافسوا في كتابه القصه الاجواء العراقية، البيئة العراقية، ما يحدث من عادات وتقاليد هذه كلها كانت مشجعة لهؤلاء الكتاب لتناول طبيعة حياة العراقيين وتناول البيئة العراقية لتكون هي فحوى قصصهم وموضوعاتهم. ننتقل عزيزي الطالب إلى أمر آخر نقول ما الذي اعطاه انفتاح المثقف والمبدع العراقي للمنتج الجديد؟ لدينا منتج جديد وهو القصه، تناول القصه القاصين العراقيين البيئه العراقيه والتقاليد التقاليد العراقيه القديمه انذاك في قصصهم. هذا الانفتاح للمثقف العراقي واطلاعه على بعد ان تطورت الحياه، ما الذي اضاف لهذا المنتج؟ نقول أعطى هذا الانفتاح للمنتج الجديد أو للكتاب بشكل عام، أعطاهم رغبة وميولا نحو المواكبة والسير على هدي الأفكار الجديدة في النسج البنائي للنص القصصي مع رغبة واضحة في إظهار الصورة الموضوعية والمحلية في كثير من الأحيان، بمعنى أن كل هذا انفتاح المثقف أعطاه رغبة وميولا لتناول هذه الجوانب او هذه التقاليد او هذه الاعراف الموجوده في المجتمع العراقي لتناولها في قصصهم والحديث عنها ولتكون هي فحوى قصصهم. اذا اظهار الصوره الموضوعيه المحليه في كثير من الاحيان. سؤال اخر عزيزي الطالب يقول ماذا يعد فؤاد التكرلي وما دور الادب الذي قدمه في الادب العراقي؟ نقول يعد القاص فؤاد التكرلي من الكتاب المبدعين الذين ابدوا اهتماما ملحوظا بتشخيص مشكلات المشكلات والامراض الاجتماعيه المحيطه بهم ومحاوله معالجتها في ادبهم في جمله اعمالهم ولا سيما في قصته الباب الاخر اذا يعد فؤاد التكرلي من الكتاب المبدعين الذين أبدوا اهتماما بطبيعة الحياة العراقية والمشكلات التي تحدث في البيئة العراقية فحاول أن يتناولها في قصصه وعلى سبيل المثال القصة التي سنتناولها إن شاء الله في درسنا القادم وهي قصة الباب الآخر للكاتب فؤاد التكرلي إذا عزيزي الطالب تناولنا في هذا الدرس وتحدثنا عن كاتب عراقي معروف وهو الكاتب فؤاد التكرلي تناولنا حياته وتناولنا المؤلفات التي ألفها هذا الكاتب وتحدثنا عن تحدثنا عن حياته وطبيعة حياة هذا الكاتب وإضافة إلى رواياته ومؤلفاته كانت له مجموعه من الروايات اضافه الى ان الكاتب كانت له مجموعه مجموعتان قصصيتان تحدثنا عنهما ايضا سيكون لنا درس اخر نتحدث فيه عزيز الطالب عن قصه الباب الاخر مضمون هذه القصه القصيره وخصائص التي توفرت فيها من خصائص القصه القصيره اتمنى ان تكونوا قد استفدتم مما قدمناه شكرا لكم اعزائنا الطلبه وشكرا لاصغائكم